متشظية حارقة. قنابل الردع الجوي. تعتبر القنابل التي تسقط من الجو أحد الأسلحة التي تطورها روسيا لمهام القصف الجوي، وتوجد منها أنواع مختلفة، كل منها مصمم لتحقيق أكبر قدر من التدمير للمواقع المستهدفة. وفي الآونة الأخيرة بدأت روسيا تنظيم عملية الإنتاج الضخم لقنبلة فاب 3000، وهي القنبلة التي يصل وزنها إلى 3 أطنان حسب ما ذكر الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف. وبحسب المعلومات فقد صمم روسيا القنبلة الجوية أوداب 500 BMF لاستخدامها في ضرب المنشآت الصناعية للعدو والأهداف خفيفة التحصين وقوات المشاة، إضافة إلى قدرتها على تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات. وبالحديث عن قدراتها الفيزيائية فإن وزن القنبلة يصل ل 525 كيلوغراما وقطرها 50 سنتيمترا وطولها 238 سنتيمترا، ويمكن إطلاقها من طائرات تحلق على ارتفاعات تبدأ من 200 حتى 12 ألف متر بسرعة تصل إلى 1500 كيلومتر في الساعة. كما يمكن إطلاق قنبلة الوقود الروسية شديدة الانفجار من المروحيات على ارتفاعات تبدأ من 220 مترا حتى 5000 متر أثناء تحليقها بسرعات تبدأ من 50 كيلومتر في الساعة وتصل إلى 400 كيلومتر في الساعة. أما النوع الثاني فهي أوفداب 500 الروسية، وتعتبر ضمن القنابل المتشظية شديدة الانفجار، إضافة إلى اعتبارها ضمن القنابل الحارقة المصممة لتدمير الأهداف خفيفة التدريع والأهداف المكشوفة بقوة انفجار حراري ومتشظي في نفس الوقت. يصل وزن القنبلة إلى 500 كيلوغرام وقوتها التدميرية تكافئ 250 كيلوغراما من مادة TNT شديدة الانفجار، ويصل قطرها ل 45 سنتيمترا وطولها 238.5 سنتيمترا.